الملعب علي بفضه بزيرالدا الذي يحتضن مباراه بين اصحاب الدار مولوديه الجزائر والضيف اتحاد بسكره لحسابها الجوله الثانيه من بطوله الرفيف العامد بقياده المدرب مهدي العوامن المجروح الاسبوع الماضي بعد تلقيه لاول هزيمه في افتتاح البطولة أمام الشبيبة الثورة بثنائية لواحد. يسعى اليوم لتصحيح وتعديل الأوتار والعودة إلى السكة الصحيحة والبقاء نقاط هذه المواجهة هنا بزيرالدا أمام ضيوف اتحاد بسكرة. أما تشكيلة العميد بقيادة المدرب مهدي العوامن، يدخل بيعقوب في حراسة المرمى خط الدفاعي على الجهة اليسرى بوزكري، على الجهة اليمنى العلاوة في خط أو في وسط الدفاع سرقين وقايد أما خط وسط الميدان بنارة على الجهة اليسرى وفلالي على الجهة اليمنى ومنزلة في الوسط. أما الخط الهجومي بن حوا من الجهة اليسرى وبشريط من الجهة اليمنى والنش رأس حربة وبوزكري جنبا إلى جنب بين وبين بنارة خلف أو منزلة عفوا خلف هذه الكرة 50% 50 واحد للتمويه والآخر للتنفيذ. من سيتولى التنفيذ؟ بوزكري قريب يضرب الكرة جول 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 فوق الجدار مرت وفي شباك بودهان رنت وأعلنت عن أول أهدافات المباراة لمصلحة عناصر نادي مولودية الجزائر. يا سلام ويا لالال عليك يا أبو زكري، لو كانت هنالك الإعادة لقلت ها هو يا الكرة ها هي ها هو المشهد الكروي ها هو ها هي كرة أبو زكري تسكن شباك بودهان وتعلن عن تقدم مولودية الجزائر على حساب اتحاد بسكرة بأول أهدافات المباراة. يا سلام ويا لالال عليك يا أبو زكري، يا له من جول ويا لها من كرة ويا لها من مخالفة ويا له من هدف خرافي من أبو زكري. خليني نقولها هيرتا جول هيرتا جول هيرتا جول هيرتا جول يا العميد. نعم هدف ولا أروع للعميد أصدقائي المشاهدين. 1-0 كرة لمصلحة عناصر المولودية لالاوا يبحث عن التقدم إلى بوشريط بن حوا بوشريط 1-2 خذوا هات لقصة قصيرة لمنزلة لبنارة مباشرة لبوزكري هاي كرة هاي صعبة هاي الأرضية خطيرة جول 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 جول. كم كانت اللعبة رائعة، كم كانت اللمسات أجمل، 1-2-3-4 لمسات والتوزيع في القائم الثاني. يتعملق النش ويترك دفاع اتحاد بسكرة يتساءل من الذي مرر، من الذي سجل، كيف حدث ذلك، بالقدم أم بالرأس؟ أقول لك الجواب، التوزيع كانت من بوزكري على الجهة اليسرى وفي القائم الثاني تعملق النش وبالرأس حرك شباك بودهان وأضاف الهدف الثاني. بعدما كنت أقول أن المدرب مهدي العوامن يحتاج إلى هدف الأمام خرج النش عند الدقيقة 43 وسجل هدف الأمان والاطمئنان لتتحول النتيجة لهدفان لصفر لمصلحة عناصر مولودية الجزائر. تيكي تاكا في الشباك اتحاد بسكرة قال كلام النش، هدفان لصفر لمصلحة عناصر مولودية الجزائر بعد لعبة ولا أروع وبعد أسيست ولا أحلى من بوزكري ولا بعدما سجل الهدف الأول عند الدقيقة 27 أعطى هدية للنش برأسية محكمة متقنة حرك على إثرها الشباك بهدف ثاني. القيد الضغط من جانب عناصر اتحاد بسكرة كرة طويلة نعد بوشريط الاستلام بالراس على انطلاقة الدخول الأرضية وصعبة وخطيرة خطيرة جول 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 جول. كم كانت الانطلاقة رائعة،
كم كانت الأرضية أروع من مهدي بوشريط. انطلق على الجناح الأيمن مرة وعدى وعطى كرة لمن لبن حوا داخل منطقة الجزاء، لم يتردد لم يتهاون، سدد سجل وأضاف الهدف الثالث لمصلحة مولودية الجزائر عند الدقيقة 7 من انطلاق الشطر الثاني من هذه المباراة. يا سلام يا لالال على العميد يضرب بالثلاث أمام اتحاد بسكرة. وكرة لبن كويتن، طاولة من قايد. وفي هذه اللحظات أصدقائي متتبعي الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر، الحكم السيد سلطاني يعلن عن هذه المواجهة بفوز كبير لمولودية الجزائر بثلاث أهداف نظيفة على حساب اتحاد بسكرة لحساب الجولة الثانية من بطولتها الرديف. ثلاث نقاط مهمة للمولودية. أصدقائي متابعينا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم بصحة وعافية في مواد كروية أخرى متعلقة بنادي الشعب الأحمر والأخضر عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر. سلام.